السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. السلام عليك. مرحبا لالا. ربي يخليك سيدي. مرحبا. مرحبا تسمعني. انا واحد المراه شتيني عمياء عندي 76 عام وساكنه في ديك الدار 100 عام. سمعتيني سيدي؟ اي حليمه. اي ساكنه في ديك الدار 100 عام. ونادوا كاع النواب دازوا قالوا لنا خلصوا الكرو بقاو ساكن في داركم. تجاهد النايب عبد العالي السعيدي. خرج. بلا ما نذكروا الاسماء. اي لالا. هي جات السيده وحده اللي جات وخرج لي امي ضايعين في الشوارع. بل جات ديك السيده عاد الافراغ بالحد 24 وما جاو حتى النهار الاربعاء اللي خرجوها. دابا عندها 75 عام ونعسه في المستعجلات. ناعسين مانطا عندي وحده وحده خونوها لينا ودابا ما لقينا حتى فين نبدلو ما لقينا ما نديرو مشردين في الزنقه انا وهاد الميمه وخوتي كلهم ناعسين في المرشا سيدي. سمعتيني؟ اي هلا لحليمه. دابا النواب ربعه قالنا خلصوا الكرا وبقاو في داركم. هاد النائب جا عندنا خرج الوالده علاش خرجها؟ نخلصوا الضو نخلصوا وبعد دابا خرجنا من الدار حاجه كدا لينا كلب واحد السكريتير. بعد دابا تنشيو عندو قال لك عطيني المقابل. اش راه عطيني المقابل؟ الدار دارنا 100 عام وحنا فيها ودابا خرجني يا سيدي. لا لا حليمه غير وحده وحده بنتي، هاد الدار هادي هي كنتو كارينها من عند شي مؤسسه ولا من عند شي شخص؟ لا من عند الدومين. من عند الدومين هي 100 عام. ربا جدي كنت كيخلص غير 100 ريال من ولات 100 ولات 1000 فرنك ولات 300 دابا وصلنا 5000 الشهر. هادي 100 سنه تقريبا. وانتم في الملك ديالكم كتستغلوها. الملكيه ديالنا 100 عام 1915. وتحل لي الدار ونجيب لك اسيدي الكونطاد ونجيب لك كل شيء. انا ضيعان وهاد السيده في الشارع دابا تنكون توضا ونصلي ما كنتش فين نصلي. دابا دابا الشارع كحل شهر ولا لا ساعه ما لقيتش فين نبدل فين غادي نمشي. الناس اللي جاو مرات كيخليوني تمشي للمحطه انا هاد المراه كشتيها عمياء وما عندها صحه. لا اله الا الله. دابا في الحال كل شيء سكان تدي التقاعد 30 عام 40 عام وما خرجوا على العيال خرجني. وسدوا لينا على حوايجنا ما خرجناش الحوايج خرجوا وسدوا لينا على حوايجنا. دابا تنبغوا نبدلوا ما عندنا فين نبدلوا. لا اله الا الله. بعد دابا تمشي عندو تنقول ليه هاد المرا كاملين لا قال لي خصني المقابل ديال الدار. اش غنعطي المقابل؟ دار دارنا 1915 عاد غنعطي المقابل؟ لا لا حليمه فاش خدامه وشكون اللي خدام عليكم؟ كانوا والديها وهي خدام في التعليم سيدي ليسونس الخامس عرفتي؟ ايه كل شي عائلتنا كانوا في التعليم. من با جدي ولا جدي ولا جدي ولا با ومني با تقاعدت دات امي. وما عندكمش تقاعد كتخلصوا به؟ تنخلصوا الكرا. لا اله الا الله. تنخلصوا الضو. لا اله الا الله. سمعت يا سيدي؟ يا انا ما عرفتش كيفاش غادي نمشي ما عرفتش غادي نمشي. مشيت نشوف ما داروا معايا والو مشيت للصارع ما داروا معايا والو. انا غير يحلوا لي دارنا ندخل ليها باي وسيله. تمشي عندها تيقول لي عطيني مقابل اش غادي نعطيه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. غادي نعطيه. ودابا حليمه انت الان مستقره انت والوالده ديالك؟ دابا زيد حزن لي جاهم صرا تنباتوا في المحطه. تنباتوا في المحطه. تمن مانطه وحده خونوها لينا مع شكون قطعت لنا مانطه وحده عطات لنا واحد المراه. وزيد دابا هذه شهر ونسكتيها ما بدلتهاش. لا 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 حول ولا قوه الا بالله. انت غنبدل فغنصلي. وتغنصلي الدين ديالي ما بقيتش نصلي يا سيدي. ما شاء الله لاله حليمه الله يفرجها. شتيني كل خميس شتي مرات تنباتها في الزنقه. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يفرج عليكم. الله يفرج عليك لاله حليمه. لا حول ولا قوه الا بالله حليمه قصتها مؤثره. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حليمه هي الام ديالها امراه مسنه فاقده للبصر. وحليمه هذه اللي كتكلم الاسنان ديالها كلها متساقطه وشكلها يوحي بانها كانت بنت عائله وكانت عايشه في العز ولكن كما يقال ارحموا عزيز قوم ذل. الشكل ديالها ولا ضيع ولات مبهدله. حليمه كتجي يوم ام ديالها كل مره كيجوا مقر الاذاعه وكيوقفوا تما في العتبه كينتظروا حل.
تتبعتهم فين كيمشيو. فعلا كيمشيو المحطة ديال الكيران دي ولاد زيان معروف في الدار البيضاء، محطة كبيرة، وكيباتوا تما كأنه مع المسافرين في برد قارس وفي جوع. وكنتأمل مرة شفتهم هكا وقفوا في الليل، وفي الصباح الباكر رجعت عندهم كنشوف كنلقاهم مازال في القنتة ديالهم حدا واحد البودرة مانطة وحدة مغطية الأم، عندها أكثر من 76 سنة فاقدة للبصر، وبنتها هذه كلها محطمة وناعسين بجوجهم تحت بودرة. قلت ربما هذا الكلام هو الصادق ولا غير صادق. رجعت اليوم الموالي وكنلقاهم هكذا. اليوم وانا غادي لقيتهم ايضا في المستعجلات، هاد الليله راهم بيتين في المستعجلات كيتخلطوا مع المرضى، راهم زعما مرض وكيجلسوا في شقنيتها وكيضربوا على البرد. الغريب ان حليمه اول مره شفتها شي شهر كانت مازال كتبان لابسه مزيان وشكلها عادي، قلت ربما دي بنت عائله راه ربما عندها شي اللي يفرج عليها. لكن بعد مرور شهر تلاقيت معها اليوم عاوتاني، رائحتها لا تطاق لانها لم تستحم وليس لها مكان اين تستحم. قالت لك بان ايام وليالي حتى قضاء الحاجه ما كيلقوش فين يقضيوها، ما عندهمش الوضوء وكيبانوا بانهم معذبين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كنتمنى حليمه الصوت ديالك يبلغ لبعض المسؤولين، الرقم ديالك هو عندي، وكنتمنى يتدخل شي واحد من اهل القرار انه يسوي الوضعيه ديالكم، انكم بعد 100 سنه من الاستغلال لهذا البقعه او لهذا الشقه ديال الدومين، كما هو معلوم شحال واحد فوتت اليه بثمن بخس بحكم طول السنين ديال الاستغلال. فاذا كان انسان ظروفه الماديه ضعيفه وغادي يمشي للزنقه، لماذا لا تكون تسويه قانونيه بان تفوت لكم او على الاقل تعفون من الاداء ما دمتم معسرين؟ او اسال الله تعالى ان يقيد لكم اهل الخير والفضل وتلقوا حل قريب. حليمه لن يهدأ لبال حتى اراك وامك عندكم سقف تحت بيت مؤمن. صعيب جدا هاد الليله، انا ما غادي ننعس اصلا، وكنشوفكم هكذا في بعد مرور شهر يوم وراء يوم وراء يوم وانتم في لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يفرج يا رب، الله يفرج يا كريم. ايها الاحباب الكرام، نبقى مع هذا الفاصل القصير ثم نعود اليكم لنستقبل مكالماتكم، لانه فعلا شيء مؤثر وشيء مقلق ومفزع ان الانسان يرى اخاه الانسان يموت جوعا ويتردى في البرد القارس وهو كبير السن، نساء مسنات ونساء مواطنات كنا يعيشن في حاله من الارتياح والطمأنينة، ودارت بهم الأيام وصاروا في قارعة الطريق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحمنا وارحم سائر المؤمنين. آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.